متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة روما وكالياري التي تقام بالدولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، حيث تقام المباراة الأحد 6 مايو 2018. كما نقدم لكم أرقام النقل للمباراة. وتقام المباراة على ملعب سانت إليا بمدينة كالياري بإيطاليا. وهذه المباراة تحكميا الحكم الإيطالي ماركو دي بيلو الذي يبلغ من العمر 37 عاما. ويدخل فريق روما هذه الجولة القادمة ويحتل المركز الرابع برصيد 70 نقطة، كما يحتل فريق كالياري المركز 16 برصيد 33 نقطة. وتقام مباراة روما وكالياري اليوم الأحد 6 مايو 2018 في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، و8:15 مساء بتوقيت تونس والجزائر، و11:15 مساء بتوقيت الإمارات، و10:15 بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، و7:15 بتوقيت جرينتش والمغرب. كما تزع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 4. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.